فشل مولودية الجزائر في استعادة المركز الثالث بعدما خسر أمام ضيفه جمعية أولمبيشليف بهدف مقابل هدفين، وهذا ضمن منافسة المرحلة 16 من مسابقة دور المحترفين الجزائري لكرة القدم. وتوقف رصيد مولودية الجزائر الذي تلقى خسارته الثانية في الموسم عند 27 نقطة في المركز الرابع الذي يتقاسمه مع نادي بارادو، فيما رفع جمعية أولمبيشليف رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر. وسجل معاذ حداد بالخطأ ضد مرماه وسنوسي فرلول لمصلحة جمعية أولمبيشليف عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقتين 63 على التوالي، بينما أحرز حمزة زيدي هدف مولودية الجزائر الوحيد عند الدقيقة 34. الزميل حسين سعيدي حضر المباراة وعاد لنا بالتالي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. اول شيء الحمد لله اللي وفقنا باش حققنا هذا الفوز الثامن ضد خصم قوي، لعب كره مليحه وفريق منظم، استحوذوا على الكره في بدايه اطوال المباراه، باغتناهم بهدف وتغيرت اطوال المباراه. الحمد لله اللي وفقنا ربي في النهايه حققنا الفوز وجبنا لي 3 بوان، هذاك هو الاهم. ما نستغروش من قيمه الفريق اللي عندنا ولا العناصر اللي لعبوا في الفريق، جينا بنية الفوز وحققنا الفوز الحمد لله. ما كاش زعما ايكيب زعما خير من ايكيب ولا صافي دو موا، وهذه المشاركة الأولى بعد شهرين الحمد لله قدرت نلعب وما كاش حتى إصابة. هذه الانتفاضة كان لازم تصرى باسكو الفريق في متدين الترتيب، حققنا 3 انتصارات مهمة باش تخلينا نتنفسوا شوية، ان شاء الله طلعنا في طابلو شويه، باقي لنا ماتش تخلص لالي باش نعاودوا الريتور بريباريو مدار جديد ان شاء الله، نحققوا الاهم اللي هو البقاء، ممكن حاجه ما اكثر ان شاء الله. تاع اليوم كانت في وقتها ما بانت نفسه، تعرف لعبنا مع فريق عنده 9 جولات ما خسرش، مي الحمد لله درنا اللي علينا وبريبارينا الماتش هذا بيان، وربي ما خدناش وفقنا ربحنا المباراه هذه. سلام.